نحن التطوع والتطوع دربنا للخير تأخذنا لغى الأشواق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. والحبيبه وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة، فجزاه الله خير ما يجزي نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة عن حديثين من أحاديث الأربعين في التربية والمنهج، وانتهينا من حديث إنما الأعمال بالنيات، وانتهينا من حديث إنما المقسطين على منابر من نور. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ مع الحديث الثالث عن ابن عمر. عن ابن عمر عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال: يا أيها الناس، إن الله ذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، وكما ترون. أخرجه الترمذي وأورده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. هذا حديث من الأحاديث العظيمة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ذم الكبر، وفيها ذم قوله صلى الله عليه وسلم قد أذهب عنكم، عندما خطب الناس يوم فتح مكة. بداية دعونا نأخذ نقطة تربوية أو في استثمار الدعوة. انظر عن عمر بن رضي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة. دعونا نتشارك مع بعضنا ونتفاعل. ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟ خطب الناس يوم فتح مكة. ما الذي نستفيده من هذه الجملة؟ خطب الناس يوم فتح مكة. الأحاديث ونسقطها على الواقع حتى نعيش بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس في الوقت المناسب. إجابة رائعة. إجابة أخرى وهو يوم الفتح. نريد إجابات أخرى. موضع قوة. تمام. نريد يعني بعض الناس يعني غير الأستاذة مروة، أستاذ مازن ببيت الله. يعني أنا أريد أن نأخذ الحديث ونسقطه على الواقع. خطب الناس يوم فتح مكة. أحسنت. هذه إجابة التي أريدها. استغلال، لكن دعنا نغير كلمة استغلال ونقول استثمار. استثمار كل الأوقات للتربية، واستثمار كل الأوقات للدعوة إلى الله عز وجل. تمام؟ فعلا استثمار كل الأوقات للتربية والدعوة. ننتهز، نستثمر أي فرصة يكون فيها تجمع. إذا ندعو إلى الله عز وجل وننشر تعليم الإسلام وقوة الإسلام وفضائل الإسلام. أحسنتم، بارك الله فيكم. فقال: يا أيها الناس، يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. وعبية قد تكون بالضم وقد تكون بالكسر، إما عبية الجاهلية أو عبيتية. والمقصود بعبية الجاهلية هي الكبر والافتخار والتفاخر. الله عز وجل قد أذهب عنكم، يقول لهم للناس إن الله عز وجل عنكم. وهنا دعونا نقف وقفة أيضا. قد أذهب، هنا يظهر لنا إخوة الكرام في هذه الكلمة قد أذهب عبي عنكم عبية الجاهلية، هذه القاعدة التي يسميها العلماء التخلية والتحلية. التخلية والتحلية. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهم أمور، لكن يريد في بداية أن يجعل ويقوم بعملية تخلية. فالإسلام جاء يخلي عن العباد ويخلي عن الناس هذه الأخلاق الذنب. فقد أذهب عنكم عبية الجاهلية، ففيه تنقية كل السلبيات.
والإسلام إخوة الكرام هو دين شامل لكل الخيرات. يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها. إذن نستفيد أن الله عز وجل يريد أن يذهب عن الناس هذه الصفات الجاهلية. وذكر في هذا الحديث التعاظم بالآباء. إخوة الكرام، الكبر والفخر، الكبر والتفاخر، ما منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام إلا الكبر. للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس أبى واستكبر. إذن الكبر قد ينحي الإنسان ويمنع الإنسان عن تقبل الحق، وهذا هو الكبر. غمط الناس وبطر الحق، هذا هو الكبر. والكبر بالفعل كما قال أخونا مصطفى، الكبر من أعظم الذنوب. إذن من أمور الجاهلية الكبر والتعاظم بالآباء. إخوة الكرام، بعض الناس تسمعه يقول لك: أنا من عائلة كذا ومن قبيلة كذا. ويزداد بعض الناس أيضا ويقول لك: أنا من الأشراف، أنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ولك التحية والتقدير والاحترام، فأنت من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أخي الكريم، لا تظن أنك من نسل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا، إنما أنت من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنت من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وجب عليك، أيوة تمام، إنها منتنة، وجب عليك أن تقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقتدي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تقول: أنا من الأشراف، أو أنا من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا أراك في المسجد تصلي صلاة الجماعة، ثم لا أراك في صلاة الفجر، ثم أراك لا تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصح أبدا، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالتعاظم بالآباء وبالأنساب والفخر بالآباء والأنساب لا ينفع، وسيتبين ذلك إن شاء الله تعالى. الناس تتفاضل على بعضها، أو يتفاخر البعض على البعض، بعدة أمور، وكلها أمور مذمومة لاغية، ويبقى ميزان واحد نذكره. فالناس يتعاظمون على بعضهم ويتفاخرون على بعضهم، إما بالنسب، قبيلة كذا، قبيلة فلان، عائلة فلان، أو بالحسب، أو بكثرة الأموال، أو بكثرة الأموال وكثرة الولد. قل: أنا عائلتي فيها 100 فرد وكثرة الولد. وهذا الغالب الذي يفتخر به الناس بعضهم على بعض. لكن دعوني أذكر لكم حديث صلى الله عليه وسلم عندما جلس في هذا الموقف، جلس مع أصحابه، فمر رجل فقال له النبي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم أصحابه، قال لهم، ومر رجل فقير، قال لهم: ماذا تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري به إذا تكلم لا يسمع، وإذا نكح لا ينكح، يعني لا، إذا طلب الزواج لا يزوجه أحد. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل آخر من الأغنياء عليه الأبهة ويظهر عليه النعمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا تقولون في هذا؟ قال: حري به إذا تكلم أن يسمع، هذا من أشرف القوم، وإذا نكح زوجوه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعدل لهم المفاهيم ويبين لهم المفهوم، فقال لهم عن الفقير: إن هذا، أي الفقير، لملء الأرض من هذا. هذا الفقير أفضل من ملء الأرض من هذا الغني. ليس معناه أن كل فقير أفضل من الغني، وليس كل غني، وليس كل غني مذموم. إنما الميزان كما ذكر أخونا مصطفى، إنما الميزان هو التقوى، وإليك الميزان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا هو الميزان. إذن أخي الكريم،
إذا ما أردنا أن نكون كرماء على الله عز وجل فلنحقق التقوى. كل هذه الموازين التي ذكرت من المال والحسب والنسب والأولاد الله عز وجل قد هدمها جميعا. اسمع إلى قول الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فهدم الله عز وجل الأنساب. وقال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فهدم الله عز وجل الحسب والمنصب أيضا. وهدم الله عز وجل ميزان المال فقال: يوم لا ينفع مال ولا بنون. بقي ميزان واحد إخوة الكرام، ألا وهو ميزان التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تذكرون معي إخوة الكرام عندما انظروا إلى واسترجعوا معلوماتكم، عندما صعد ابن مسعود رضي الله عنه على بطن أبي جهل، وأبو جهل يفتخر بنسبه، هو يعتبر نفسه من سادات العرب ومن سادات قريش. في الغزوة صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد على بطن أبي جهل، فما زال أبو جهل يحتقر ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال له، لمزه وغمزه فقال له: حتى أنت يا رويع الغنم، يعني راعي الغنم، يصغره ويحتقره، فمن الأنف والكبر. لكن هل نفعه ذلك؟ لم ينفعه هذا الأمر عند الله عز وجل. ولذلك يقول الشاعر: قد رفع الإسلام سلمان فارسا، يعني من الفرس، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا، يعني من الفرس رفعه، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، وضع بسبب شركه وارتفع سلمان على هؤلاء جميعا رغم أنه فارسي. أبي الإسلام لا أبا افتخروا بقيس أو تميم. يا أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس الحمد لله على نعمة الإسلام، فالناس رجلان: بر تقي كريم على الله، هذا هو الصنف الأول، وفاجر شقي هين على الله، هذا هو الصنف الثاني. بر تقي كريم على الله، وفيه أن هنا هذا هو الذي كريم على الله، البر التقي، والفاجر الشقي هين على الله، لا ينظر الله عز وجل إليه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بنو آدم فعلام الكبر، وخلق الله آدم من تراب. فإذا كان الأمر كذلك وبنو آدم خلقوا من تراب، فعلام التكبر، فكلنا من تراب وسنعود إلى تراب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخلق الله آدم من تراب، فيه رد على الملاحدة الذين قالوا بأن هذه النظرية الإلحادية التي تزعم أن الإنسان كان أصله قرد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذه المسألة، وهذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلغي هذه النظرية بأكملها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: والناس بنو آدم وخلق الله آدم من تراب، فيه أن أولى الناس بالبعد عن الكبر هم أولو العلم، هم أهل العلم وطلاب العلم. أضرب لكم أو أنا أذكر لكم قصة حدثت في موسم من مواسم الحج، كنت سمعت هذه القصة في خطبة من خطب الجمعة. يذكر خطيب الجمعة بأن في إحدى دول الخليج سافروا إلى الحج، النساء سافرنا إلى الحج، ونزلت أخت من دول الخليج، فنزلت معها في غرفتها أخوات من السودان. فالذين كانوا في الحملة أو في القافلة، قافلة الحج، صراخ وعلو، فلما سألوا ما الأمر وجدوا أن هذه الأخت الخليجية تصرخ وتشتكي فقط لأنهم وضعوا معها أخت سودانية.
وتقول لا أنا لا يجلس معي، فهذا أمر عجيب. والإسلام كما ترون يعني ليس فيه هذا. الناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، فأخي